هذا وبعد توقف الرحلات الجوية بين الجزائر وتركيا بعد الاعتداءات الإرهابية بمطار إسطنبول بتركيا، استؤنفت اليوم الرحلات الجوية التابعة للخطوط الجوية التركية، في حين تم إلغاء رحلة الخطوط الجوية الجزائرية المبرمجة ليلة اليوم. مزيد من التفاصيل مع وليد مهاجري ورفيقة خلف الله. بعد تفجيرات مطار أتاتورك باسطنبول التركية يوم أمس والتي شلت جميع الرحلات، استأنفت الخطوط التركية رحلاتها إلى اسطنبول بعد توقف دام عدة ساعات، وهو ما شكل طوابير كبيرة على شبابيك الخطوط التركية. يوم 4 منوس أنا روح تركيا، بارح أنا طيارة بروبلم تركي، هنا يوم ما في بروبلم نورمال مليها، يوم بارح طيارة سكر ما في. بون سيتي بريفي نروحو البارح في الليل، دوكا البروبلم هذا اللي صرا في اسطنبول، دوكا تيكاني لو كامل لي بيي نورمالمون اليوم ان شاء الله كاين البول، وعلى ربي وانا رايح ان شاء الله مع ربعه. رغم تحكم السلطات التركية في الأوضاع، إلا أن المسافرين الأتراك لا يزالون تحت الصدمة ويتخوفون من وقوع عمليات مشابهة. أصبنا بهلع كبير بعد الهجوم على مطار أتاتورك. بالأمس كنا هنا لكن لم تكن هناك رحلات مبرمجة، واليوم توجد واحدة هذا المساء. أنا جاي أمس ليل بس ما أعرف في شو مشكلة بالإسطنبول أيربورت، بعد يجي خبر في بوم في مشكلة، خلي هون قاعدين هون، أي شوية ما زال صعب يعني. رحلة واحدة فقط مبرمجة هذا اليوم للخطوط التركية في انتظار عودة الرحلات للجوية الجزائرية، رغم قلة الجزائريين المتوجهين لتركيا خلال رمضان.